طلعت المشكلة معمولة علشان واحد من متلازمة داون. بدت القصة انه شركة الكهرب معها جيب من الشرطة خوفا انه يصير بينهم وبين الناس اللي رايحين يفصلوا عنهم مشاجرة او عراق. عارفين اللي رايحين يعملوه بيعمل مشاكل. وكفلهم اللي هو الشاب من متلازمة داون هو ابن عم بيكون. المهم اتهجموا عليه 4 من عناصر الشرطة. اتهجموا على اولاد عمي، اولاد عمي تراجعوا على البيت. بعد هيك عملوا استدعاء تقريبا لاربع دوريات شرطه، ضربوا النسوان والاطفال، اي حدا كانوا يلاقوه في وجهه كانوا يضربوه، وغير الرصاص الحي اللي انطخ على البيت بشكل مباشر. المهم صرنا اصلا نحاول نبعدهم عن البيت بالاحجار، احنا وكل اولاد الحاره. بتحكي عن منطقة كاملة صارت تلحق الشرطة بالحجار لحد ما انسحبوا. بنعيد تقريبا نفس الأحداث اللي صارت في الانتفاضة، بس مش مقاومة ضد اللي هو احتلال، لا، ناس يبعدوا الشرطة اللي المفروض تحميهم بالحجار. فأنا أيامي صورت نسوان عمام اللي هو اتضرروا من الموضوع، صورت اللي هو ابن عم هذا لازم التاون. فتحت برنامج المونتاج وشرحت القصة كلها خلال الفيديوهات ونزلته على البيت. بعد كم من ساعة بطلع في جوالي 7000 مكالمة. صاروا المخاتير تبعونا ينضغط عليهم من اللي هو قيادات تبعون حماس، ناشر فيديو خليه يحدفوا. يوم يومين ثلاثة ضليت مطارد خلال الفترة هذه، وهم بدوروا علي أو بفتشوا علي بحاولوا يمسكوني. أنا مش جاي أسوق عليك اللي هو دور البطولة أو إيش زي هيك، أنا يعني واحد من آلاف الناس اللي دائما بيتعرضوا لمواقف مشابهة زاد، وممكن مواقف تكون أصعب من مواقف. أول مرة أنا أفوت على سجن مش مكاني، هذا مش هذا المكان اللي أنا بنتمي له. في الوقت الحالي كل الشرفاء في المكان هذا، كل الناس اللي حاولت تشغل مخها في المكان هذا.